بعد إمضائه أكثر من عامين في رسمها، ها هو الفنان التشكيلي أيمن عثمان يحرق أولى لوحاته. وحينما كان يرسم بريشته الحالة المأساوية التي وصلت إليها البلاد بعيد الانقلاب وأثناءه، وينشد عبر ألوانه الحرية والسلام، لم يكن يفكر أن أحداً سينتزع تلك الرغبة في خلق واقعه التخيلي. ويقول أيمن: فوجئت قبل ساعات من بدء معرض الرسم المزمع افتتاحه في وزارة الثقافة بصنعاء بإبلاغي عدم الموافقة على الافتتاح بالموعد المقرر دون إبداء الأسباب من القائمين، لتوصد بعد ذلك في وجهه كل الأبواب أمام وزارة الثقافة الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية، ليكون التطرف في هذه الجغرافيا المحتلة سلوكا طبيعيا، بينما يظل الفن غريبا. لم يكتفي أيمن بحرق أولى لوحاته، بل أكد أنه سيحرق كل يوم لوحة أخرى أمام وزارة الثقافة كتعبير مستمر عن احتجاجه لمحاربة الفن. تظل حالة هذه اللوحات كحال البلاد المحروقة بنار جماعة تحارب كل ما هو جميل، ويظل هذا الفعل شاهدا على حال الفن في زمن الميليشيا.